السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام، عدت والعود أحمد بعد غياب طال تقريبا شهرين ونص. أدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية ونعمة الأمن والأمان، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. مرة أخرى مرحبا بالجميع. أي دردشة غادي نخليها في الأخير الفيديو باش ما نشوشرش على الفيديو أو على المحتوى ديال هاد النهار، اللي هو فطور ديال البرد دافئ اللي يناسب هاد الشهير هذا، اللي هو عبارة عن بالكركوش، وفي نفس الوقت غادي نرافقو بواحد الأومليت اللي يحبوه وليداتكم إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، درت المحتغلة ومن بعد ضفت المحمصة ديالنا، وتما زدت معلقة كبار ديال الكينوا، وزدت معلقة ديال دقيق اللوز. ممكن تستبدلوا هذا دقيق اللوز أو الكينوا إلا ما كانوش متوفرين بالبلبولة، لأن البلبولة متوفرة عند كل مكان وكتجي تاهي غزالة بحال داك الشكل اللي كنخلطوها مع تدفي. غادي نطرق لكم هذه النقطة ديال التدفي في الأخير. المهم زدت شوية دقريفة ومسكاد الحرة، وخليت داكشي حتى وزدت الحليب كياخد خالي الدسم، وخليتهم حتى سخطرو وطابو على خاطرهم. دابا نقلت عندكم باش درت الاومليت كما شفتوا، طربت البيض وبشرت التفاح بالقشور ديالو الاحمر، وزدت الافوكا، ومن بعد المعدنوس كثرتو. انا كنحب نكثر المعدنوس للفوائد ديالو خصوصا في الصباح في وجبه الفطور. ودرت فقط شويه ديال الابزار الفلفل الاسود وشويه ديال الملح، ومن بعد زدت الشوفان، خليته ما طحنتوش، خليت الشوفان كما كتشوفوه. ومن بعد زدت شويه ديال الفرماج المبشور ديال تشادر، ومن بعد كنتوما كتشوفوا الخلطه كالثقل ديال الاومليت. بغيتو تجريوه جريوه، بغيتو ديروه اثقل من هكذا نتوما يرجع عليكم. المهم وكناخذ انا هاد القوالب هكا غير باش نخليهم، درتهم قطعه باش ندير اومليت واحد، باش كل واحد ياخذ القطعه ديالو هكذايا، باش حتى لبقى كيبقى رقيقي. وبطبيعه الحال ضروري ندهنوا ان المقله ديالنا بزيت الزيتون، ومن بعد كنبقاو نطيبو غير بشويش. ومن بعد ناخذو هذه معلقه خشبيه باش نقلبوهم او شي حاجه اللي تتكون ماضيه باش يسهل علينا القليب ديالهم باش كيتحمروا من الجهتين. وانا ما ننصحكمش تعملوا معلقه بحال هكذا، يكون احسن يكون ملعقه خشبيه. ف بعد كنخليهم غير بشويه، وكنخليو النار هاديه جدا باش نتاكدوا بان العافيه دخلت ليهم، حتى باش كيطيبوا مزيان من الجهتين. وانتم تتبعوا التحمر ديال الاومليت، بغيت على عجاله انني نعرفكم على السبب اللي بعدني من اليوتيوب، وبازلت الان كنفكر واش نوقف نهائيا بصراحه. الوقت ديال الاحداث اللي حصلت غزه اللي لا زالت تنزف لحد الان، فلقيت بان غزه تتبرع بدمائها لامه اصبحت بلا دم. لان في الوقت اللي حنا كنبكي ونتالموا كنشوف اليوتيوب الناس كتنشر، يعني ما هي في عالم اخر، وباقيين كيدخلوا في السبان والشتم والضرب في القيم والاخلاق، يعني شيء يعني صعيب اما نوصفه نتوما راكم عارفينه. اللي تيشوف اليوتيوب راه عارف، خصوصا بانني انا تنهضر بالدارجه المغربيه وكنتوجه لمتابع مغربي، ما كاينش اللي يهتم بيا بعدا انا بالمحتوى ديالي اكيد. فالناس بغات تعودوا على هذه المسلسلات التافهه، انا لا اعمم طبعا، ولكن كاين من رحم الله، ولكن قلال 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 قلال. هاد الاسباب هذه هي اللي دارت لي حاجز نفسي. تصادفت مع فقدان شابه لينا عندها 29 سنه، يعني شيء اللي يعمل لي حاجز نفسي انني نجي نشارك معكم لا اكل او اي شيء اخر. فالله يرحم الموتانا وموتى جميع المسلمين. كما شفتم بعد ما تحمر الاومليت ديالي، هذه هي السفره النهائيه. هذا هو بالكركوش ديالنا كما شفتيوه، هادو هما الخبيزات ديال او الاومليطات الصغيورين كما قلت لكم، تيجيو مادبين بحال هكذا، وشيت عليهم شويه ديال البقدونس من الفوق بحال من الفوق. وهذا هو الفطور اللي كنت حضرت هكايا مرافق مع اتاي ديال او شاي ديال الاعشاب.
اللي رائع رائع كيزيد دفا. وكنا كنعرفوا ان هذه فتره البرتقال والفوتو والتوت البري او البلوبري، هذا هو وقته. وكما كتشوفوا الزيتون، هو بصراحه هذا الفيديو كتصور في الخريف ولكن كتب له حتى لدابا، لان كما قلت لكم كان عندي حاجز نفسي انني نشر اي شيء. وهنا كنستمتعوا بالجليسه ديالنا، كنشوفوا اللي ماشي واللي راجع. رغم ان الشارع هادئ جدا كما كتشوفوا، الخريف كانت الاوراق ديالو الشجر كتتساقط، وهذا هو الشاي ديالنا الخريفي كما كتشوفوا. كان البدايه ديال سقوط الامطار والالوان البرتقاليه هي خريفيه بامتياز. بالنسبه للتغذيه الصحيه، خوتي صدقا صدقا الواحد مابقاش كيعرف راسو اشنو تياكل، لكن انا غادي نعطيكم الخلاصه بكيفاش اللي هذه انا براسي قررت نمشي عليها. لان رغم ان كنت كناكل اكل صحي الا ان الحساسيه كانت كتقتلني ولا زالت، واكتشفت بانني كان رغم ان كناكل صحي كناكل خضار او فواكه في موسم غير الموسم ديالها. وهذا الخط او هالطريقه او الاسلوب التغذيه من أسوأ الاساليب اللي يمكن لك تتبعها، انك تاكل حاجه ماشي في وقتها، لان الخضروات او بعض التغذيه فيها واحد الليكتينات، وديك الليكتينات كتكون عباره فيها سموم، لان باش تحمي نفسها داك الخضروات كتكون داك الليكتين، وداك اللي هو اللي كيحميها. والليكتينات من كتكاثر وكتاكل الخضروات او فواكه في موسم غير الموسم ديالها كتولي سموم، والكبد كيعجز انه يتخلص منها بسهوله. يعني الخلاصه باش نخرجوا بواحد الاستفاده من هذا الفيديو، هو ان الناس اللي كيعانيوا من امراض الا جاوا يدقوا في السبب كيلقاو التغذيه هي السبب. خلينا من الامراض الوراثيه، حنا ما تنهضروش عليها، حنا تنهضروا على الناس اللي كتكون صحيحه سالمه فجاه كتلقى راسها ان مرضت بالمعده، قولون، فشل كلوي، سرطانات. لا انا والسرطان كلهم فيهم امراض وراثيه. انا تنقول لك تنرجع وتنأكد الامراض اللي كيكون الانسان هو عاد يعني اكتسبها، كتكون اغلبيتها او الاغلبيه الصحيحه كيكون السبب هو التغذيه. اذا باش نتفاداو الامراض، اول حاجه خصنا نوقفوا السكر، نوقفوا الدقيق الابيض، وهذا الشيء نرجعوا له ان شاء الله مستقبلا الا قدرت نرجع ان شاء الله غنرجعوا له بالتفاصيل. ثاني شيء هو ان دائما نركزوا ونحاولوا ناكلوا الخضره في الموسم ديالها. وكذلك عليكم بالحجامة، الحجامة لها واحد الفضل كبير، أخير علاج من أي علاج من خلال الأدوية. نطولش عليكم، غادي نقول لكم دمتم سالمين غانمين، أنتم من يعز عليكم، وشكرا، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.